السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم جيتكم بفرج جديد وفيديو جديد فيه فرد من فروض المراقبة المستمرة المستوى الأولى إعدادي. الأولى إعدادي 1 première année de l'enseignement collégial devoir surveiller numéro 1 semestre 1 في الرياضيات. إذا عندي واحد التمرين فيه هنايا جوج ديال الأنشطة، كل نشاط فيه مجموعة من الأسئلة غادي نحاول نخرجو معكم هنا. هنايا هاد الدوفوار هذا غادي نحاول نخرجو في ورقة مستقلة، صافي؟ إذا غنخرجو معكم في ورقة مستقلة لأنه ما عنديش الفراغات تما باش ننجزو. إكزارسيس، دونك إكزارسيس أن، السؤال الأول فيه، السؤال الأول دونك كالكول أون ديتايون، يعني غنحسبو وغنفصلو ديتايون لي زيتاب. لي زيتاب بداو بأ. أ يساوي، هنايا أ عندنا 15.8 ناقص 8 زائد 4 ناقص 2. إذا هنا شنو عندي؟ 15.8 ناقص 8 زائد 4 ناقص 2. إذا عندي عمليتي الجمع والطرح. ندوزو الآن للتعبير بي. إذا بي يساوي 8 في 12 مقسومة على 6. 8 في 12 مقسومة على 6. انتبهوا معايا، هنا عندي الضرب والقسمة. إذا نشوفو شنو غنسبقو، هنا 8 في 12 غتجينا كبيرة، بالتالي نسبقو القسمة. 12 مقسومة على 6 كتساوي 2. إذا 2 في 8، إذا بي يساوي 8 في 2 يساوي 16، وبالتالي بي يساوي 16. ندوزو الآن إلى تعبير السي. تعبير سي هي 20 ناقص 5 مضروبة في 3 زائد 6 مضروبة في 7. مزيان، تبعوا معايا. إذا هنا عندي عمليتي، عمليات الضرب والجمع والطرح كذلك. إذا دائما الضرب هو اللي كيسبق. إذا 6 في 7 كتساوي لي 42 زائد 5 في 3 كتساوي لي 15، وهنا عندي 20. إذا سي يساوي 20 ناقص 15 زائد 42. نسبقوا عملية الطرح. إذا سي يساوي 20 ناقص 15 يساوي 5. 5 زائد 42، سي يساوي 5 زائد 42 هي 47. إذا سي يساوي 47. ندوزو الآن إلى التعبير دي. تعبير دي، إذا دي يساوي كم؟ يساوي 6 زائد 2 مضروبة في 12 زائد 3. هنا عندنا عامل ديال الأقواس. لاحظوا دائما التعبير اللي كيكون فيه الأقواس كنسبقو داكشي اللي كاين ما بين قوسين. 12 زائد 3 يساوي 15 مضروبة في 2 زائد 6 يساوي، دونك دي يساوي 6 زائد 2 مضروبة في 15. دي يساوي 6، دائما نسبقو الضرب عاد الجمع. 6 زائد 2 في 15 هي 30. إذا دي يساوي 6 زائد 30 هي 36. إذا دي يساوي 36. دوزو التعبير الأخير في السؤال الأول اللي هو التعبير أو. دونك التعبير أو، انتبهوا معايا، او يساوي شحال؟ 74 ناقص 7، ونحلو واحد المعقوفة اللي هي كبيرة هنا، 25 ناقص، ونحلو القوس 7 ناقص 2، نسدو القوس ونضربو في 3.1 ونسدو المعقوف. انتبهوا معي جيدا، هنا عندي 74 ناقص 7 مضروب في هاد المعقوفة هادي، ضروري غنحسبو هادشي اللي كاين بين هاد المعقوفة عاد ندوزو اللي خارج. إذا أولا ما بداخل المعقوفة عندنا الأقواس، هنا عندي 7 ناقص 2، إذا 7 ناقص 2 عندي 5، 5 مضروبة في 3.1، إذا أولا نكتب التعبير من الأول، يساوي 74 ناقص 7، حلو المعقوفة مضروبة، هنا عندي 25 ناقص، لأنه 7 ناقص 2 يساوي 5، نسد المعقوفة. إذا عندي دائما داخل المعقوفة عندي ضرب، 5 مضروبة في 3.1. 5 مضروبة في 3.1 كتساوي لي 15.5. إذا 25 ناقص 15.5 مضروبة في 7، أو يساوي 74 ناقص 7، دائما داخل المعقوفة. 25 ناقص 15.5 كتساوي لي 9.5. هاد 9.5 مضروبة في 7، أو يساوي 74 ناقص ديك 7 مضروبة في 9.5. 7 مضروبة في 9.5 هي اللي غنسبقوها لأن الضرب كيسبق لنا الجمع والطرح. إذا أو يساوي 74
ناقص 7 مضروبة في 9.5 كتساوي 66.5، وبالتالي E يساوي 74 ناقص 66.5 كتساوي لي 7.5، وهو الجواب الصحيح. نعم، دوزو السؤال الثاني. إذا السؤال الثاني مقسم A B C، فيه ثلاثة ديال الأسئلة. A effectuer deux façons différentes، يعني غنحاولوا نخرجوا هادوما بجوج ديال الطرق مختلفة. نتبعوا معايا، عندنا question 2 effectuer de deux façons. Donc nous avons f يساوي 6 مضروبة في 8 زائد 5. إذا نديروها بجوج طرق، f يساوي 6 مضروبة في 8 زائد 5. أرانا نحسبوها. الطريقة الأولى اش غنديرو؟ الطريقة الأولى بسيطة، غنشوفو داكشي اللي بين قوسين ونحسبوه. 8 زائد 5 كتساوي لي شحال؟ كتساوي لي 13 غنضربها في 6. إذا 13 ملي غنضربها في 6 شحال غتعطيني؟ غتعطيني 78. إذا f يساوي 6 مضروبة في 13، f يساوي 78. إذا انت هنا خصني نخرج وخصني نحصل على 78. غير هو الطريقة غنبدلها، f يساوي هنا غندير النشر، غندير 6 في 8 زائد 6 في 5، مفهوم؟ f يساوي 6 في 8 48 زائد 6 في 5 يساوي 30، وبالتالي المجموع هو f يساوي 78. 48 زائد 30 كتساوي 78، مفهوم؟ نعم، دوزو العملية الثانية. دائما في هذا السؤال أ، جي يساوي اش كيساوي؟ كيساوي لي 17 ناقص 5، هادشي مضروب في 2. إذا بجوج طرق، إذا جي يساوي 17 ناقص 5 مضروبة في 2. نعم، إذا غنحاولو نخرجوها بجوج طرق. الطريقة الأولى غنحسبو داكشي اللي كاين بين قوسين، إذا 17 ناقص 5 تساوي 12، 12 في 2، إذا جي يساوي 12 في 2، كم يساوي 12 في 2؟ يساوي 24، جي يساوي 24. وهنا عندي جي يساوي اش غندير؟ غندير عملية النشر، هادي في هادي زائد هادي في هادي، إذا 2 في 17 ناقص 2 في 5، جي يساوي 2 في 17 يساوي كم؟ 34، و 2 في 5 يساوي 10، وبالتالي جي يساوي 34 ناقص 10 اللي هي 34 ناقص 10 هي 24، إذا نفس الجواب، إذا خرجناها بطريقتين مختلفتين. دوزو الآن سؤال بي، السؤال هذا سؤال بي، بي كيقول لك كالكول يعني أحسب اش غنحسبو؟ غنحسبو هاد العملية هادي، إذا غنحسبو هادي، عندي اش يساوي 154 مضروبة في 141، نعم، ناقص 154 مضروبة في 41. لاحظ معايا هنا قال لي خرج، غنحسبها بالطريقة اللي غادي تريحني، الطريقة اللي غادي تريحني أنني غنعمل، لأنه عندي عامل مشترك. إذن أش يساوي هذا العامل المشترك غنعمل به، إذن غنتقل من ديك ك في أ زائد ك في ب، غنتقل لين الك في أ زائد ب، مفهوم؟ إذن هي 154 مضروبة في ماذا؟ شغال يبقى لي هنا؟ يبقى لي 141 ناقص 41، إذن أش يساوي هي 154 مضروبة 141 ناقص 41 هي 100، و 100 ملي غنضربها في هذا العدد هذا 154 شحال تعطيني؟ غتعطيني أش يساوي، غنزيد جوج ديال الأصفار، إذن غتعطيني 15400، هذا هو الجواب هنا. إذن أنا حسبت هذا السؤال هذا. دوزو السؤال سي، وهو السؤال الأخير. إذن سي قال لك أحسب كالكول لا لونغور دو أبي، ديال القطعة أبي. لاحظ معايا القطعة، شنو عندي هنايا؟ هنا عندي أبي هي هادي، ولكن عندي أ مثلا من السي، أ من السي شحال عندي؟ عندي هي 16.2، وهاد القطع هادو متساويين 2.3 2.3 2.3 2.3. إذن إذا كانت هذه 2.3 وهذه 2.3 وهذه 2.3 وهذه 2.3، حنا نعتبرو إذا AC، نعتبروها AC، هاد AC كلها اش كتساوي؟ كتساوي AB، كتساوي هاد AB هذه زائد زائد BC، زائد BC، زائد من هنا لهنا. أجي نعرفو دابا حنايا، خصنا نعرفو هاد BC، لأنه عندي التعبير ديالها
بي سي شحال كتساوي؟ مقسومه 1 2 3 4، هي 4 مضروبه في 2.3. 4 في 2.3 كتساوي 9.2. اذا 9.2 هو الجواب ديال بي سي. اذا ا سي يساوي ا بي زائد 9. نعم، و ا سي ديجا عارفينها، هي كامله شحال كتساوي؟ ا سي كتساوي 6.16.6 16.6. اذا 16.6 كيساوي ا بي زائد 9.2. اذا ا بي شحال كيساوي؟ كتساوي 16.6 ناقص 9.2. اذا ا بي شحال كتساوي؟ كتساوي 7.4. اذا هذا هو الجواب الصحيح، وهذا هو لا لونغور يعني الطول ديال هذه القطعه ا بي. اذا ا بي يساوي 7.4. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص فرض من فروض الرياضيات المستوى الاولى اعدادي. كنت معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.